يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أحد طلاب العلم يقول في معرض كلام له: فإذا أقبلت على الله بالكلية أقبل الله عليك بكليته، فهل هذه العبارة صحيحة من ناحية الشرع؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل. أن الله يقبل عليك بكليته يحتاج إلى دليل. إذا قل إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل بدون أنك تتقعر وتقول هالكلام هذا. نعم.